بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا بكل مشاهدي قناه النادي الاهلي في كل مكان. والفقره الحواريه من برنامج الاهلي الليله الفقره الثانيه، وهي فقره مهمه جدا لان النقد الرياضي او الاعلام الرياضي تحديدا ليه دور مهم جدا اثناء تنظيم البطولات القاريه مثل بطوله كاس الامم الافريقيه اللي بتنظمها مصر خلال الفتره الحاليه وحتى 19 من شهر يوليو القادم باذن الله. فقره الاعلام الرياضي ودوره في نقل الصوره اللي بيحصل في الملاعب، اللي بيحصل في التنظيم ده مهم جدا، مش مهم كمان جوه مصر، لا مهم كمان في نقل الصوره دي خارج مصر، لان الصوره لما الاعلام بيعبر عنها بشكل ايجابي بيبقى ليها مردود مهم جدا وايجابي جدا خارج مصر. الفترة الأخيرة وخلال الساعات الأخيرة شفنا اهتمام الصحف العالمية الفرنسا الفوتبول والإندبندنت البريطانية والجارديان، الكل كان بيتكلم على إزاي مصر قدرت في فترة 4-5 شهور تنظم بطولة إفريقية بشكل متميز جدا وتعمل حفل افتتاح لم يتكرر في آخر 3 أو 4 نسخ للأمم الإفريقية، وبالتالي ده شيء عظيم جدا بنفتخر به هنا في مصر، وبالتأكيد مستمرين عليه كمان حتى موعد نهاية البطولة، ان ده بالتأكيد هيلقي بظلاله بشكل ايجابي على مصر بشكل عام وعلى الكرة المصرية والصناعة، صناعة الرياضة خلال الفترة القادمة. لذلك لكي نتحدث في كل هذه التفاصيل بيشرفني بينورني في هذه الفقرة الكاتب الصحفي الكبير الأستاذ ممدوح فهمي، الكاتب الصحفي بير الأهرام، اللي هنلقي الضوء معاه على كل هذه التفاصيل وما تابعه خلال الساعات الأخيرة بخصوص تنظيم مصر للكان كأس الأمم الإفريقية خلال الأيام الأخيرة. أستاذ ممدوح منورنا ومشرفنا. أستاذ محمد ربنا يخليك، كل سنة طيب ربنا يخليك. طيب وبصحة وسلامة دايما يا رب. ربنا يخليك الحمد لله والله. أخبار الكان أمم إفريقيا في حالة جميلة داخل الشعب المصري وداخل مصر، الشعوب العربية كلها موجودة معانا، الشعوب الإفريقية متجمعين زي ما بيقولوا كده بالظبط الكلمة اللي كانت موجودة والأغنية بتاعت حفل الافتتاح، ومستمرين عليها حتى نهاية البطولة إن شاء الله. أنا هرجع بحضرتك قبل الكان بأسبوع. بأسبوع بالظبط يعني، ليه بقى؟ أنا كنت شاهد عيان زي ما بيقولوا على ما حدث في استاد القاهرة. يعني ظروف يعني ساعدتني بفضل الله تعالى، انا كنت متواجد في لمسات الاخيره في تشطيب الاستاد الرائع ده، يعني هذا ليس مدحا في احد لكن استاد القاهره، استاد القاهره يعني اتعمل مجهود غير عادي. انا كنت على تواصل تام مع معالي الوزير دكتور اشرف صبحي وسياده اللواء درويش سياده الاستاد. عاوز اقول لحضرتك الناس دي فعلا ما كانتش بتنام، ويعني بالتليفون، فروحت مرتين، مره تقريبا كده في نص رمضان ومره يوم الوقفه لما قالوا العيد ثلاث الاربع وقعدنا اختلفنا وكده يعني، فروحت يوم الوقفه يوم الثلاث واخبار سيادتك، فلقيت معالي الوزير في المقصوره وماسك ورقه وقلم المدرجات والمقاعد حجم، فقلت له ايه ده اللي ايه ده معالي الوزير؟ انا اتوهمت بصراحه، قلت له لا ده انت بتعمل حاجه ما اتعملتش، كانت حاجه فوق الوصف بصراحه، وكان سيادته بيوضب لسه المقصوره عشان وجود سياده الرئيس كبار الضيوف، بالاضافه ان كل شيء كان بيتم بثانيه ودقيقه، وده اللي حتى انا سياده اللواء درويش قاله لي قبل الافتتاح يوم الجمعه ما تحاول معايا الاهرام، فقال لي كل قال لي كده العنوان استاد القاهره حاجه تفرح مصر، ده كان العنوان او منشط الحوار، كان منشط الاهرام السبت يوم السبت اللي فات قبل الافتتاح. قال لي استاد القاهره حاجه تفرح مصر، انا عجبني عنوان خدته من بقه وحطيته في الاهرام. ده معناه ايه؟ ده معناه ان في منظومه ناجحه، ان في ناس كانت شغاله، ولما احنا عاوزين نعمل هنعمل الإرادة المصرية بالظبط. أنت بتتكلم إحنا خدنا الدار في شهر نوفمبر 11 في شهر، أنت ده في رمضان معايا الوزير أنا قاعد جنبه فبيقول لهم كان يوم الوقفة، والله يا أستاذ محمد أنا مش هكذب عليك، قال له بكرة مش أجازة، بكرة في رمضان فبكرة شغل. أنت متخيل يعني؟ فبيقول له هنا في حاجة ناقصة، ناقصة. اللمسات دي تدل لك إن في منظومة ماشية متسيستمة، إن في نجاح جاي طبعا. اللي أنا المشهد اللي شفته والمدرجات والألوان تحت المدرجات والمقاعد، قلت له معايا الوزير انت بهرتنا، فبيقول لا انت لسه هتشوف التراك مش عارف ايه، فبيقول لي تفاصيل قاعد عامل كده، بيني وبينك انا تنحت يعني، ان انا شفته في الافتتاح انا مش فاجئتش، لان انت شفته، لان انا شفته لغايه قبل الافتتاح بثلاث ايام او اربع ايام، رحت هناك كان هو سيادته عامل الاولمبياد الطفل المصري، فلقيت حضرتك مدخل الاستاد تراب وعفار واسمنت ولسه ما خلصش، قلت ايه ده؟ لسه ده ربنا يستر، ده فاضل 4-5 ايام، انا الاقي جوايا بس ثقتي في الناس الموجوده ان ده هيحصل، لان شفت اللي جوه الملعب هيقول ده بره الملعب. فالسيمتريه دي والنظام ده والجهد الجبار ده، حتى انا كتبت في مقال في الاهرام فرحه مصر المنتظره في الكان، الفرحه مش بس كاس افريقيا، الفرحه في المنشات اللي اتعملت. صوره الاستاد هي قدامنا يا استاذ ممدوح. انا بقول لحضرتك شيء انا شفته جوه الاستاد قبل الافتتاح باربع ايام. الكلام ده انا شفته فاعجابي باللي حصل، انا قلت له حياتك لا لا، قال ده عمل جماعي وده، فده شيء يحسب لمنظومه محترمه لبلد
تعرف قيمه المستحيل وبتحققه في بلد واخدك تنظيم كاس امم افريقيه في 4 5 شهور تطلع بالمنظر ده. ده المفروض شغل سنتين ثلاثه. ده شابوه. انت انجزته في فتره قصيره جدا حوالي 120 150 يوم. بالظبط. انت شابوه لاي حد اشتغل في المنطقه بدايه من اصغر عامل لغايه مكتب الوزير لغايه اللي هو مكتب الاعلامي سواء حسام هندي سواء محمد فوزي كل الناس دي بامانه ربنا وانا شاهد على هذا ما كانتش بتنام. ما كانش بيغلط لها جفت. الناس دي اشتغلت شغل جبار. السيد اللي هو علي درويش السيد السجن انا كنت مكلمه لي عيني حوالي ناس وبتاع يقول لك مين عرب والتليفون شغال. فاللي بيحصل ده يقول لي ان مصر لو عاوزه هتقدر. واللي حصل رد الفعل اللي حصل زي ما سيادتك تفضلت تشكره على مستوى العالم في الصحف الاجنبيه سواء الفرنسيه الانجليزيه ده تعبير او تعليق الاتحاد الدولي انفنتينو يقول لك لا الشعب ده شعب الجبارين احنا لا احنا لو عاوزين هنعمل بالظبط. فده الحمد لله رب العالمين دي خطوه موفقه ناهيك ان المنشات دي هتنفعك قدام طبعا. تتكلم عن النهارده ولا بكره بنيه تحتيه ممتازه. استاد القاهره حاجه مفخره بقول لك حاجه كده قلت له عايز بيقول لي استاد القاهره حاجه تفرح مصر. الشيء الايجابي واللي للاسف برضو البعض ما حبش يتكلم عليه هي الفكره مش في تطوير الاستاد ان انت غيرت النجيله او طورت شكل الكراسي لا انت كمان استحدثت داخل المدرجات اماكن جديده تمام بتذاكر جديده تمام بشكل للملاعب المصريه تمام على غرار ما يحدث في الملاعب الاوروبيه وتحديدا ملاعب الدوري الانجليزي. حلو كده. بمعنى ان انت استقطعت اماكن في الدرجه الاولى تمام وفي جزء من المقصوره الاماميه وعملت جزء زي البلكون اللي موجود في السينما للعائلات. ما انا شفت ده بيتعمل انا بقول لك ده انا كنت قاعد مع الوزير في المقصوره بيقول لي اعمل كذا وكذا ده التخيل ده انا قلت يا رب هيطلع ازاي بس المدرجات قدامي حاجه ملهاش حل. انا المدرجات بقى في القاهره دخلت استاد القاهره حضرتك حوالي في حياتي كلها 5 6 مرات كان المحترمي المقاعد عباره عن طوب اسمنتي واو الاخر كل ده اتغير بقى مقاعد محترمه جدا. حضرت التطور التاريخي للاستاد بالظبط كده يعني انا مش هنسى ماتش الاهلي ومنش جلاب باخ حضرتك فاكر 77 ده انا حضرته وكان 120,000 تركيه كنا بنقعد على يعني حاجات اسمنتيه اسمنت مصدر النهارده لا في مقاعد محترمه جدا في شيء محترم دي رساله للعالم بقول لحضرتك ده لكن انت بتتكلم في مجهود 3 4 شهور لا 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 وبعدين اللي عجبني اكتر حتى ناقشت مع سياده الوزير وانا جاي لسيادتك الشباب المحترم اللي كان حريص ينظف مكان مدرجات يعني ان انت بتتكلم في ناس كمان احنا جينا بقى الجيل الطالع بقى فاهم بقى عارف بقى كمان يعني قيمه الحاجه دي بيحافظ عليها حاجته فعشان كده انا بقول لحضرتك قلت ايه الفرحه المنتظره في مصر مش البطوله بس وان شاء الله ربنا يوفقنا فيها لا ان انت عملت منظر حضاري محترم ان انت عملت منشات يعني العالم كله يشهد بيها ان افريقيا جت عندك ومش قلقانه من تنظيم بطوله يعني خالص. مع احترامنا للدول الاخرى مثل اسماء الدول دي مستنده ليها البطوله بقى لها كام سنه 1 أو 2 أو 3 أو 4 لكن انت ما شاء الله 3 4 شهور بتدافق الايادي بتاعت القياده السياسيه راس القائمه طبعا مرورا بقى بالوزراء ومعالي وزير وزاره اللجنه العليا باللجنه المنظمه كل الناس دي انصهرت في بوتقه واحده اسمها تشريف وتقديم سرعه محترمه لمصر بالظبط ده شيء جميل جدا بصراحه وده حتى عبر عنه ست رئيس وانت خدت بالك بعد بتاع كلمه المحترم اللي قالها وعبر بيها حتى قلت معالي الوزير بعديها قلت له الكلمه اللي قالها دي دوبت التعب بتاعت الناس كله ان احنا عملنا شيء العالم يشهد بيه الكلام ده بتاع ست رئيس اللي هو كان موجز ومختصر لكنه فعال فعلا ازال التعب بتاع كل الناس اللي اشتغلت اصغر عامل لاكبر مسؤول. شكل الاستاد الفرنس فوتبول والجارديان البريطانيه كل ابتدى يتكلم عن استاد القاهره وكانه خلاص اصبح استاد داخل القاره الافريقيه مؤهل لاستضافه سوبر الاوروبي سوبر نهايات الدوريات الاوروبيه الفتره القادمه تمام. دايما دلوقتي الفتره الاخيره بنشوف ان كل قاره بتنظم بطوله بتخصها سواء على مستوى الانديه والمنتخبات تمام. بتطلع تنظم مبارياتها الختاميه صح. خارج القاره استاد القاهره اصبح مفخره الكل بيتحدث عنها ان شاء الله ممكن ننتظر منه ان يكون في تنظيم لاحداث اوروبيه خلال الفتره الجايه. ما ده سيادتك ده تركيز الوزاره ان انت بتعمل حاجه تستفيد منها اقتصاديا بمعنى يعني مش عملتش ده علشان الناس تيجي عندي تقول تسقفت ده انا مصر لا لا خالص وبيعمل ده عشان لما يجي حد زي ما قلت كده مثلا كده سوبر اوروبي سوبر اسيوي اي بطوله قاريه عايز انا عندي جاهز عندي ملعب محترم معترف بيه دوليا عندي ملعب في كل المواصفات العالميه لا انا قادر انظم ده وانظمه بشكل محترم خصوصا بعد موضوع التذاكر ده ونظام دخول التذاكر ده شيء محترم جدا لا جدا جدا بقى منظم وعمل كل شيء عشان الناس تعرف ليها ايه وعليها ايه فصدق لا شهاده جديده يعني تفتخر بها مصر امام العالم كرويا ورياضيا تمام. تابعت بقى ازاي اهتمام الصحف العالميه واللي اتكتب عن مصر خلال الساعات الاخيره؟ بص حياتك نتكلم عن منتخب مصر
طبعا التنظيم الحمد لله رب العالمين دلوقتي ماشي بسلاسه. نبدا بحفل الافتتاح مع انه قدامنا صور مبهره لحفل الافتتاح. حفل الافتتاح يعني استغرق لا يقل مثلا عن 14 دقيقه لكن اتفرج على البساطه وعلى الجمال وعلى التابلو الرائع وعن التعبير. يعني حتى حد من زملائي قال لي عبر عن مستقبل افريقيا وحضاره مصر، يعني عمل ميكس 2 في 1 اللي هو عبر عن مستقبل مصر، مستقبل افريقيا وحضاره مصر. ده شيء كان جميل جدا جميل جدا. الاغنيه بتاعت حكيم او حتى الاغنيه اللي بقيت الناس معانا في افريقيا كانت معبره تماما عن الحفل. كان كل في خوف عندنا احنا، الارض الملعب تتاثر. فسالت الناس المسؤولين في الاستاد اخواننا لو في استعراضات، قال لك لا اللي بيحصل ايه حضرتك، اللي حصل ايه الشركه اللي بتعمل الحفله حفله والشركه اللي بتعمل الارض حصل بينهم ايه؟ اجتماع تنسيق. الله يفتح عليك، ده مبذل لفظ كده يعني الحركات اللي هتاثر على ارض الملعب ما تتعملش. ما انا بقول لحضرتك ما لازم تسال انت، ما انت مشكلتك ايه؟ تعمل حفل افتتاح تزيط وتنبسط وكل حاجه، الارض باظت تيجي تلعب ما فيش بتاع. قال لك لا، ما انا بقى ده الشغل البروفيشنال المحترف المحترم اللي احنا نخش فيه. بيتم التنسيق ما بين فبقول له يا فندم يعني المسؤوله، قال لي ده شركه بتعمل حفل افتتاح ودي شركه بتعمل ارض الملعب، ايه اللي هيأثر؟ ده مش هيتعمل، ده تعمل بره بحيث انه يتغطى، وتغطى بشكل محترم واتلمت الحفله في اقل من 10 دقائق والملعب بقى زي الفل. ده اول مره يحصل برضه عندنا. فانت بتتكلم عن الناس بره اتكلمت، الحفله طلعت ازاي؟ طلعت منتهى الجمال. فانس فوتبول قالت الكلام ده ان المصريين قدموا شيء محترم جدا. جاردن صحف انجليزيه، طبعا صحف انجليزيه مهتميه بصفه خاصه عشان خاطر وجود مين؟ وجود مين؟ محمد صلاح. ما انت بتتكلم فيها ما انت انجلترا يعني. النهارده انا كنت في النادي فقابلت زميل لينا، زميل لابني وليد، انجليزي، فبقول له انت منين؟ قال لي من شرق انجلترا. بقول له بعيد عن لندن؟ قال لي يعني ساعه، ده كله بانجليزي. فبقول له انت عارف محمد صلاح؟ فقال له لقيت واحد بقى ايه بار، مش عايز اقول لك مدى السعاده اللي انا حاسس بيها. يعني ده شاب 16 سنه و16 جيل طلع بتاع انجلترا، مدى تاثير وجود صلاح هناك على الناس في انجلترا. هو ده مكسبك. هو ده البيست اوف ذا بيست عندك، محمد صلاح. محترم، حاطين على الخريطه الكرويه، حاطين على الخريطه الرياضيه. لا محمد صلاح ده حدوته ثانيه يعني. محمد صلاح قلت لك قبل كده وانا قابلته قبل ما اسافر بازل، يعني كان صدف جامعتني بيه، كان بيطلع جواز سفر وكنت بمصلحه الجوازات انا والمدام بطلع البطاقه، فانا قلت له محمد صلاح هناك. ولازم محمد صلاح، قلت له تعالى نسلم عليه. قال لي بازل، كان لسه رايح. فقلت له رحت سلمت عليه، قلت له محمد انا فلان من الاعرام، انا بس خلي بالك من حاجتين. فقال لي ايه حضرتك؟ قلت له نفسك والاصابات. نفسك والاصابات، ان لعيبه مصر سعادتك اللي راحوا طرفوا ثلاث ارباعهم مع احترامي ما عرفوش يمسكوا نفسهم امام بقى الفتح قدام الغرب وحاجات زي كده، لكن التزامك انضباطك اي وجود ليك في اوروبا في انجلترا بصفه خاصه هتنجح نجاح غير عادي، وده اللي حصل. فمحمد مرايه جميله جدا، شخصيه غايه في الجمال، ده عمل لك تقل بره. فبتقابل حتى اي حد في اوروبا او في انجلترا تقول محمد صلاح لا الدنيا غير يا استاذ محمد. فانت بتتكلم في بطوله فيها نجم واخد دوري ابطال اوروبا اللي هو محمد صلاح، فيها نجم واحد من احسن 3 لعيبه في العالم، عمر ده كان بيحصل قبل كده. فانت كافتتاح عامل شيء رائع، كمنتخب لا فاضل شويه شويه كتير قوي عشان نوصل على المستوى الفني. لسه في قصه ثانيه، بس انا يهمني في التوقيت الحالي يا استاذ ممدوح ان احنا ننجح في التنظيم وننجح في البطوله من اول يوم لغايه اخر يوم. الحمد لله دلوقتي المكسب بقى البطوله فنيا دي قصه ثانيه ممكن نتكلم فيها بعدين، لكن صوره مصر امام العالم هي هتكون بالتنظيم، وان ال 24 منتخب او ال 23 منتخب بخلاف مصر ان شاء الله تكون الرساله او الكلام اللي هيطلع من خلالهم مصر قدرت تنظم كان 2019 ببطوله قاريه بنكهه عالميه. دي حقيقه، ده اللي حصل بره. الناس بره تابعتك، الناس بره رصدت كل الحفله، رصدت كل استعداداتك، رصدت المنتخبات الثانيه في المدن السويس، اسماعيليه، اسكندريه، هل في شكاوي؟ ما حصلش. جميع المنتخبات شعره بانها في الدوله بلدها الثاني، جميع المنتخبات حاسه بان هي فعلا يعني في دوله تعرف قيمتها ودوله مفارم كل شيء. الحمد لله رب العالمين. مباريات امبارح والنهارده ويوم الافتتاح ماشيه بشكل رائع جدا جدا، منتهى السلاسه. الامن طبعا تحيه تقدير رجال الامن كلهم بلا استثناء على المجهود الرائع اللي بيعملوه بصراحه في جميع الملاعب. لا العالم بره يعني بامانه مدي مصر حقها، وزي ما بقول لحضرتك كده يعني مدينا جرعه ثقه وشهاده احترام غير عاديه بعد اللي شافوه في الافتتاح. طيب في مشهد برضو عدى على الناس، لان البطوله دي عباره عن مشاهد. طبعا كل مشهد لو وثقته هتقدر تعمل كتاب عن تاريخ هذه البطوله اثناء 2019 في مصر. دي حقيقه.
احد لاعبي منتخب نيجيريا سقط مخشى عليه في احدى التدريبات والبعض توقع ان عنده مشكله في القلب، لكن بعد كده بعد الكشف الطبي عليه طلع عنده مشكله او عنده جفاف في جسمه وكان محتاج سوائل كتير. لكن بعثه منتخب نيجيريا لما اشادت بالموقف اشادت بالتعامل الطبي والامكانيات الطبيه اللي كانت موجوده ساعتها مع منتخب نيجيريا وفي اسكندريه تحديدا. تمام، برضو دي من المشاهد اللي بتاكد ان مصر مش استعدت بس على مستوى تنظيم الملاعب واقامه حفل افتتاح، لا، الجزئيات الصغيره زي الجزء الطبي او العنصر الطبي او المستشفيات اللي تكون مجهزه بالقرب من الملاعب التدريب او حتى ملاعب المباريات. هو يعني ايه تنظيم بطوله يا استاذ محمد؟ تنظيم يعني ملاعب، اقامه، اجهزه طبيه جاهزه، كل شيء من الف للياء، تنقلات، تنقلات زي ما قلت، اي حاجه من دول تقع منك بيتعلم عليك. لو مشهد من دول خلصت من رصيدك، خلصت بقى، انت طبعا عملت في رمقيه وزاد حاجه كويسه، يا تكمل يا بلاش. فالحاجات دي مهمه جدا، تفرق مع المنتخب، بتفرق جايلك ليه؟ هو عاوز يحس ان هو متوفر له كل حاجه، ان هو عنده كل الامكانيات وفي اي وقت لو حصلت مشكله يواجهها، مش عارف مشكله كذا يواجهها. فالحاجات دي بتفرق معاك طالما انت عملت تنظيم وخدت الملف على بعضه، يا تعمل ملف بشكل كويس قوي، واعتقد الحمد لله احنا عملنا كده، يا ما تعملش. ما يبقاش لك احنا مثلا سافرنا دول افريقيه من غير اسماء، فبتنظم بطوله فتلاقي مثلا حصلت مشكله، على طول وسائل الاعلام اول حاجه بتعملها تبرز السلبيات مش الايجابيات. بالظبط، يعني كان لينا زملاء وعندكم زملاء هنا كانوا في القناه الاهلي في بطوله غانا 2008، الاسانسير بتاع الفندق وقف بيهم وقالوا ده الناس تعبت وناس بعد الشر راحت حاجه زي كده. الخبر ده او الجمله او اللي حصل ده اتشيع على كل الكلام ان الصحفيين من بعثه مصر حصلوا كذا في الاسانسير وكذا، دي ده دروب في التنظيم. قعدوا ساعه في الاسانسير عشان الاسانسير يقع وناس اغمى عليها وحاجات زي كده. ده معناه ايه؟ ان اول حاجه بتركز عليها وسائل الاعلام السلبيات. السلبيات، ما انا اجيبك منين؟ ما انا امسكك منين؟ هو الخبر عشان يتقري بس كده في مشكله، ما انا هقعد اقول لك من هنا بكره التنظيم رائع والتنظيم جميل وحاجه زي الفل، انت كمشاهد يا عم هتوجع دماغنا، اجي اقول لك لا ده في مشكله هنا، لا تقعد بقى تديني ودنك. هم بيعملوا كده، ما هو الاعلام كده، الخبر مش ان الكلب عض بني ادم، لا، الخبر ان البني ادم عض كلب. احنا كده، انا بقول لك اهو، فانت ازاي بتحمل ده؟ حبك ده انت بتقضي على ده من الاول، وانت اي مشكله موجوده لا بتتصرف فيها. فانا بقول لك وبطوله غانا كمثال، زملاء لينا وفي الاسانسير على طول وسائل الاعلام وبعض الصحفيين قال لك ده بطوله فاشله، مش عارف في انجول قال لك مش عارف في كذا. فانت السلبيات هي دي مربط الفاز زي ما بيقولوا، وانس في سلبيه خلاص. يعني عشان كده بقول لحضرتك الحمد لله لغايه دلوقتي الامور ماشيه بشكل جميل جدا بشكل محترم، فاضل بس منتخبنا يشد حيله شويه يعني ويكمل بقيه المسيره. تمام، برضه جزئيه ثانيه عايز اتكلم على فكره التعليقات الاعلاميه العالميه عن حفل الافتتاح. ايه النقط اللي ركزوا عليها؟ هل مده الحفل؟ هل الابهار في الشغل الجرافيك اللي كان موجود؟ في مزيج ما بين انك بتتكلم عن تاريخ مصر الفرعوني مع تاريخ افريقيا، ايه النقط اللي ركزوا عليها؟ هم خدوا ال بيقولوا ايه البلوك على بعضها كده، ان من اول ما دخلت انت الملعب اول مشهد بيقف قدامه انت ايه؟ اللي هو ايه حضرتك؟ مشهد بشكل الملعب. الملعب منظم ولا مش منظم؟ منظم. ده رقم واحد. شكل الدخول، ما هو انت بقى انت بتبدا الكادي الاول في الكاميرا ياخد الجماهير وهي داخله، حصلت مشكله لا ما حصلتش مشكله، فدي اول بونس ليك. تخش على الثاني، الناس دخلت المدرجات قعدت ومرتاحه، قعدت ومرتاحه، ادي ثاني بونس ليك. تخش بقى كده على حفل الافتتاح، هفتح طبعا بامانه ربنا حاجه يعني كان فوق الوصف. بقول لك بامانه وبقول لك حاجه، انا ما فاجئنيش نتيجه انا كنت شايف كل حاجه قدام عيني يعني، لكن الاعلام بركز على ايه؟ ان التابلو كله حلو، التابلو كله من اول دخولك الملعب لغايه ما انت خرجت بعد الماتش والتابلو كله حلو. العرض الفني اتعمل بشكل جميل ومحترم قوي، الاغنيه كانت معبره جدا، السلاسه في ان الحفل يخلص بالشكل دوت والملعب يحتفظ على جودته كانت رائعه جدا، كل دي سبوتات انت ماشي عليها، فهم عملوا ده. هل مصر هتعمل ده ولا نظام بقى يلا يا عم وجينا ثلاث اربع شهور محدش يقول لنا ايه ده احنا كتر خيرنا؟ ده ما اتعملش، كتر خير دي ما نعرفهاش احنا، طالما انت خدت ملف انت بتقوم بيه. فهم فاجئوا بحاجه، لا لا ده الناس دي منظمه، ده الناس دي قادره، الناس دي ممكن تعمل بشكل محترم، فهم ركزوا على ده. ازاي المصريين بصفه خاصه ووزاره الرياضه بصفه عامه بصفه خاصه عملت ده في الوقت ده بالقدرات دي؟ لا، قال لك لا ده ناس جامده جدا، ده يقولك الكلام ايه؟ ان احنا قادرين نعمل حاجات تانيه كبيره. لو انت خدت كاس عالم الشباب، بلاش كبار عشان لسه شويه يعني، كاس عالم الشباب انت قادر تعمل ده؟ انت عندك كاس عالم في 2009، برافو عليك، مش بالامكانيات دي كمان، عندك كاس عالم لليد
السنه الجايه 2021 يبقى انت بقى كده بتدي ايه رسائل للناس. طبعا فوق ده كله بتقول للناس لا الحمد لله مصر بلد امنه مطمئنه، كل شيء في الحمد لله العالمين تحت السيطره. نقطه اخرى كمان، احنا بنستضيف في البطوله السنه دي 24 منتخب لاول مره، يعني انت او اول مره في افريقيا كاس امم ب 24 منتخب مزبوط. وده تحدي حتى للقاره الافريقيه وهيبقى يلود على الدول اللي هتستضيف البطوله بعد مصر. ما التورط اللي بعديك انت ورطت اللي بعديك، ما ده اللي حصل. لكن فكره انك كاس العالم 32 منتخب يعني احنا خلاص على وشك، يعني لمسات اخيره لمسات اخيره، مدينه او مدينتين بالظبط وتقدر تستضيف كاس عالم. ما ده اللي بقول لحضرتك عليه، انت بتتكلم ده ملاعب مؤهله انها تستضيف بطولات عالميه، فبانك انت نجحت ده ما شاء الله لغايه دلوقتي بنسبه 100% يبقى انت قادر بتنظم بطوله كبيره قادر على ده. خد زي ما انت قلت حاجه كده 24 منتخب اول مره، هذا الكم منتخبات، هذا الكم جماهير، انت متخيل 23 دوله بجماهيرهم جايين لك، انت متخيل في افريقيا انت بتتكلم في ايه؟ فانت بتتكلم في منظومه كبيره جدا، بلس المده انت خدتها قليله جدا، فوق ده كله العالم بقى مسالك يا عم هم اربع خمس شهور ونلم الليله ويلا ومتشكين جدا وشكرا لمصر انقذتنا، لا ما حصلش. انت بتقول ده انا عملت، ده انا بقدم لك نسخه، فاللي جاي بعديك الله يكون في عونه، انت كده ورطته هيقدم مستوى ازاي بعديك؟ لا صعب، صعب قوي. القياده السياسيه واللجنه العليا للبطوله واللجنه المنظمه، يمكن انا حسيت وانا بتفرج على كل مباريات البطوله والتنظيم وحتى من خلال اتصالنا بزملائنا الصحفيين في شمال افريقيا او حتى من بعض الدول الافريقيه، لا بتحس ان كان عندنا عنوان حاطينه بين قوسين مصر بتقدم نفسها للعالم من جديد. جميل جميل، وانت قلت كلمه حلوه واحنا واقفين بره حياتك في الكواليس، قلت لي انا حسيت انها بطوله الدوله. بالظبط، عجبتني التعبير ده، وده انا استشفيته من اول لحظه خدنا فيها التنظيم ان الدوله كلها انصهرت في ده. حضرتك قلت عليه ان احنا قادرين من اول القياده السياسيه المحترمه سياده الرئيس هو بقى بكل الناس بكل العمال بكل طواف الشعب كله كده، ده معناه في الاخر طلع منتج يحترم بطول الدوله، كل دوله عاوزه تعمل، وانت الحمد لله انت عملت مشكله كبيره للدوله اللي جايه بعديك، يعني الله يكون في عون بقى الكاميرون كوت ديفوار الناس اللي جايه بعديك. لا لا البطوله القادمه المفروض غينيا، انا بقول لك حضرتك بقى انت بتتكلم في اللي جايه بقى الله يكون في عون ليه معظيم مستوى، خصوصا عندهم وقت وما فيش بقى حكايه سحب بطوله خلاص متشكرين، اللي مش هيقدر مش هيستبعد، خلي بالك يعني الكاميرا ما استبعدتش ان هي ما اعتذرتش، الكاميرا ما استبعدتش ان الكاميرا الاتحاد الافريقي لها ما كملتش منشات سحبها منها عشان بس كانت الناس في جدل انسحبت، فوت ان انت زي المغرب كده ما استبعدوها، لكن مفيش بعد كده اللي هيعتذر مش هيشارك. لا المغرب لما فكرت تعتذر وخدت قرار بالاعتذار بسبب موضوع الايبولا، الايبولا خدت عقوبات، لكن هي في المحكمه الرياضيه قدرت تراجع نفسها، تراجع نفسها بالزبط. لكن انت الكاميرون حاله استثنائيه، حاله استثنائيه انت ما ينفعش تسحب منها البطوله انت اللي سحبت مش اللي اعتذر، فانت لا اللي جاي صعب بالنسبه لافريقيا، افريقيا كلها بقت ضصالك ان انت المنبر، ان انت الحاجه الكبيره، ان نعمل زي مصر بقت مصر، وده ما مصر كده ما شاء الله هي الاكزامبل، هي المثل بتاعنا، هي الاجمل حاجه، فانت لا بتحمل اللي بعديك بدل اللي كل عامل سبوت عليك زي ما ستك قلت، الجهات الاجنبيه، صحف الاجنبيه، كل عامل سبوت عليك. طيب مشهد اخر واحنا بنتكلم في عديد من المشاهد كده بحب الخصها في مشاهد، لا لا حضرتك، حضور جياني انفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكره القدم فيفا، وتحديدا هو حضر خصيصا من اجل مصر لانها بتحتضن بطوله قاريه كبيره. تمام، يمكن الفتره الاخيره انفانتينو ما كانش حاضر كل الايفنتات للاتحاد الافريقي وكان الناس بتنتظر بتشوف الافتتاح هيحضر ولا مش هيحضر. حضر خصيصا من اجل مصر، صح، وكان ليه تصريح مهم جدا عقب سفره بعد الحضور ب 24 ساعه، قال انا حضرت يوم استثنائي في حياتي، بطوله استثنائيه وافتتاح استثنائي وشكل كان غير طبيعي. تمام، مين بيبقى كان بقى دوت انفانتينو؟ مين انفانتينو؟ رئيس الاتحاد الدولي اللي شاف كام دوره على مدار تاريخه؟ كتير كتير. لما يقول لك على الكلام ده يبقى الراجل ده لا بيجاملك ولا عاوز منك حاجه، الراجل ده قال حاجه ولا مسها، شاف افتتاح كاس عالم هنا، افتتاح كاس عالم هنا، كاس عالم شاف، فبيقول لك الكلام ده دي شهاده جديده لمصر ورجال مصر المحترمين ان انت عملت حاجه فعلا الناس كلها بتشاف بيها، من اول الاتحاد الدولي اكبر قامه قرويه في العالم كله مرا بقى الاصغر حد. وعلى فكره برضه كلمه حضرتك تقال لاحمد احمد رئيس الاتحاد الافريقي، هو قال تصريح مره انا ترجمت له، قال لك انا واثق ان مصر هتقدم بطوله غير عاديه ده قبل ما يشوف اي حاجه خالص، يعني الراجل ما اعرفش بقى مكشوف عنه الحجاب يعني لا عارفين قيمه مصر طبعا يعني لا لا هو الراجل قال الكلام ده، قال لك انا واثق ان مصر بعد ما اسندها ليها بحوالي شهر مصر هتقدم بطوله غير عاديه. جاب الكلام ده منين؟ احساسه منين؟ ده انا شخصيا انبهرت، قلت يا عم ده راجل بيجاملنا وقاعد بقى عندنا في البلد،
فايه بيقول لنا كلمتين بامانه ففوجئت ان هو فعلا احساسه كده. لكن انت بتتكلم اتحاد افريقي بيتكلم اتحاد الدوري بيتكلم انت كده لا انت كده انت وصلت لمستوى عالمي ما شاء الله ملوش حل. انت وصلت لمستوى محترم قوي اللي جاي هيبقى صعب عليك قوي انت لازم تبقى نفس المستوى الكل متوقع منك كده ما يقلش على المستوى ده. فانت دخلت في المصاف ده بدلت موضوع التذاكر عملت موضوع مدرجات شكلت الدنيا بحالها بطبيعتك انت ضوى حالك على الاستادات استاد القاهره. انا بقولك انا كنت نط في الاستاد واول ما باخد في الاستاد ايه النظام ده ايه النظام والترتيب والهدوء ورجال الامن المحترمين والتعامل ايه ده ايه ده ده لا انت بتحس ان انت انا حضرت كاس عالم الشباب في الامارات 2003 بسيادتك حسيت نفس الاجواء دي هي الاجواء اللي هناك برضو نفس النظام المحترم هم هناك فيهم ميزه بيجيبوا شركات اجنبيه مسؤول عن التنظيم مسؤوله بامانه لا احنا هنا حاسين ان احنا وصلنا لده. انا كان وانا قاعد هناك في الامارات في 2003 انا قعدت هناك 3 سنين قلت كان نفسي يبقى عندنا كده في مصر. انا شفت ده في كاس افريقيا عندنا دلوقتي بقى في نظام في ترتيب في معامله شيك جدا في ناس بتعاملك بشيء محترم لا المنظومه كلها حلو. طيب مشهد اخر تنظيف الشباب لاحدى المدرجات او الاماكن في مدرجات في استاد القاهره لدرجه حتى المشهد اثار انتباه حتى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهوريه وكتب خصيصا عن هذا الامر. مشهد حضاري دايما كنا بنقول شوفوا الجمهور اليابان بيعمل ايه شوفوا جمهور كوريا بيعمل ايه شوفوا الجمهور في كاس العالم بيعمل ايه. تمام انت اي مكاسبك من اي بطوله ايه مثلاً انت راجل كروي قديم وبتاع ماديا معنويا نفسيا بالظبط صح ولا غلط؟ ماديا انت عايز فلوس يعني عملت بطوله ارباح ارباح معنويا انت بتشوف ايه اللي انت استفدته البطوله دي انتمائك عامل ازاي يعني انت انتمائك لبلدك لبلدك ما هو ده انت بس هتشجع ومصر والكلام ده مش اكيد لكن بعد كده بتحافظ على المكان ولا لا؟ يعني اليابانيين اللي هم يوم ما نضفوا المدرجات دي كانوا خسرانين من السنغال كانوا خارجين بالبطوله بس شوف الرقي شوف التعامل مع الناس وده احنا كلنا شاهدنا بيه وشيرناه احنا عملنا ده مكسب ليك تاني ان انت النهارده كشعب مصر بتعمل المنظر الحضاري ده وسياده الرئيس تركز عليه ومعالي الوزير يركز عليه لا انت بتتكلم في سلوكيات تانيه مختلفه ان احنا كشعب لما نبقى حلو ملتزمين هنعمل ده تمام. ده شيء يحسب لينا فده مكسب تاني ليك انت ان البطوله هذبت الشباب علمته مش هقول علمته الانتماء موجود زودت عنده الانتماء حببته زي حافظ على حاجه جميله بقت ملكه هو باسمه هو مش اسم حد تاني البطوله باسم فلان والاعلان البطوله اسمها بتاعت مصر فانت بتحافظ على ملكيه خاصه بمصر فان انت تنظف مكانك وتحافظ عليه عشان لما تجيله تاني تلاقي نفسك نفس المكان انت محافظ عليه دي حاجتك انت دي فلوسك انت مش فلوس حد تاني فطبعا ده مشهد محترم وسياده الرئيس تركيزه عليه بيوصل رساله يعني بيقول دي رساله يعني ادي الشعب بتاعنا ادي الشباب بتاعنا عشان ما حدش يتكلم لا ادي الشباب بتاعنا يوم ما يحب يبقى لا بيعمل هو قادر على ده. تمام تنظيم البطوله فيه امور ايجابيه كتير جدا زي ما اتكلمنا عليها لكن برضه فكره وجود 6 ملاعب لست مجموعات كمان ملاعب التدريب مش مثلا ملعبين لكل مجموعه لا كل فرقه ليها ملعب ده حقيقه يعني اكتر من حوالي 10 12 ملعب ممكن الفرقه كلها تتدرب عليها وملاعب على اعلى مستوى في التدريب وروعه كمان فكره ان الملاعب تكون قريبه من اماكن اقامات المنتخبات لكن النقطه الوحيده اللي عايز اعرف راي الاعلام فيها وده اللي لفت للنظر في الفتره الاخيره عشان برضو يبقى غطينا كل الجوانب سواء للبطوله سواء ايجابيه او سلبيه فكره التذاكر السيستم الامني للتذاكر او حضور التذاكر ممتاز جدا تمام وتم تطبيقه بشكل علمي ممتاز جدا تمام لكن هل التذاكر غاليه هل الجمهور لسه مش هيحضر في البطوله من دلوقتي مستني الادوار النهائيه ابتداء من دور ال 16 دور ال 8 ولا وجهه نظرك ايه لان في ماتشات هتبقى الحضور الجماهيري فيها قليل طبيعي وفي ماتشات هتبقى كتير طبيعي زي ماتشات المنتخب او ماتشات فرق شمال افريقيا المغرب وتونس والجزائر صح ده نتفق او نختلف لا التذاكر محتاجه اعاده نظر في الاسعار في الاسعار كانت محتاجه اعاده نظر يعني انا وجهه نظري كانت محتاجه تصحيح ليه انت برضو بتتكلم عن شريحه كبيره ممكن يعني انا عندي مثلا سي مثلا اسره في 4 5 افراد لما ادفع كذا هيبقى كتير عليا فممكن اعمل ده احضر ماتش واحد مهم فاينل مثلا او دور 8 او دور 8 او دور 4 في مصر او دور 16 لكن يبقى بالتالي انا بركز على ماتش واحد لكن لو كانت الاصعب يعني اخف سنايه ما قلتش برضه بدرجه كبيره كان ممكن احضر بدل ماتش احضر 4 5 لباقي المنتخبات الاخرى طبعا ما انت بتتكلم البطوله مش لمصر بس بالظبط واحنا بنلعب لوحدينا لا طبعا احنا عندي 23 فريق تانيين بيلعبوا معانا صح فبالتالي انت محتاج ناس تبقى موجوده فانا كنت لازم اراعي البعد ده بس ان انا عندي اعمل حتى اسعار خاصه للمباريات التانيه يعني مثلا سي النهارده مثلا السنغال بتلعب تنزانيا انا عاوز ناس تحضر انت برضه من نجاح اهم عناصر نجاح البطوله حضور الجمهور
ده بيتحط نقط لان حضور الجماهير عامل ازاي. فكان ممكن ماتش زي مثلا يبقى الاسعار على الاقل النص مثلا يعني اللي احنا قايلين عليه. فبالتالي هتلاقي برضو ناس حابه تروح يعني تتفرج تغير جو. فبتقول لك لما ادفع كذا وغير جو هيبقى ده شيء جميل. فدي كانت حاجه مهمه جدا. بدل ما كنت احضر ماتش او اثنين لمصر كان ممكن احضر البطوله كلها. فدي بس كان لابد معطى بالنسبه للمنتخبات الثانيه، لان بامانه ربنا برضو هيبقى لما ادفع ماتش السنغال او ماتش كوت ديفوار او جنوب افريقيا اي ماتش ماذا يعنيني؟ انا يهمني ايه؟ يعني السنغال كسبت، جنوب افريقيا كسبت، انا ايه اللي ماليش دعوه؟ انا مالي؟ انا يهمني منتخب مصر. فمنتخب مصر كان المفروض يبقى ليه برايسنج او تسعير معين، وبقيه الماتشات ده تسعير معين. ده وجهه نظرا، لان انت عاوز برضو تشجع الجمهور يروح، لان لو وجدوا الجمهور في المدرجات ده نجاح ليك. وفي افريقيا غير كاس العالم تمام. يعني في كاس العالم المنتخبات الاوروبيه او كل المنتخبات في استراتيجيه كده او فكره عند الجمهور بيسافر في افريقيا لا، وان كاس عالم وكاس عالم لكن في افريقيا لا. ما دخلناش بقى في مقارنه هيبقى صعب. كاس عالم انت بتتكلم موجود 32 منتخب اللي هم بيست اوف ذا بيست اوف ذا بيست اوف بيست كده لغايه اخر سنه يعني هم دول افضل الناس. فانت بتحضر انت منتخب كاس عالم فاضعافهم ممكن يبقى بطل افريقيا. ده واقصد ان الجمهور الافريقي كمان ما عندوش حته ان هو لو منتخب مثلا زي نيجيريا او السنغال او تنزانيا السفر الجمهور من بلد صعب مش هيبقى بنفس المساحه لو رايح كاس عالم. محمد ما سافرتش من بلدها الا ما خدوا فلوسها. زيمبابوي كانت شهاده حافظ افتتاح والكاميرون قعدوا في المطار واخبار سيادتك ما خدوش فلوسهم فقال لك مش مسافرين. فبالتالي عدد الجمهور اللي هيسافر مش هيبقى طبعا يعني كان اللعيبه مش عايزه تسافر قال لك ما خدتش فلوسنا الجمهور هيسافر طبيعي. لا برضه نفس الكلام زيمبابوي قال لك مش هنلعب ماتش افتتاح لما تبعت فلوسنا وبتاع حاجه زي كده. فانت بتتكلم برضه في ظروف اقتصاديه صعبه للجماهير دي. لكن انتخابات كاس العالم لا هتلاقي الدول هناك زي ما انت قلت حاجه كده عندها الامكانيات الماديه انها تسفر رحلات مجانيه جماعيه بتروح فبقى في باكج على بعضه بيطلع. لكن انت فكره الموضوع مختلف. فالولا كان محتاجه بس ان احنا بالنسبه للمباريات الثانيه سواء المغرب الجزائر الدول العربيه في تسعير بس مختلف عن منتخب مصر. ممكن المشهد يختلف في اسماعيليه والسويس. ممكن ليه؟ لان انا في 2006 حضرت البطوله دي انا فاكر حضرت ماتش تونس ونيجيريا في استاد بورسعيد كان ماتش دور الثمانيه. تمام. تونس كانت بتلعب في الماكس وحرس الحدود في دور المجموعات. تمام. وكان الملعب ممتلئ. ولما راحت بورسعيد لعبت مع نيجيريا في دور الثمانيه لقيت الملعب ممتلئ عن اخره. انت قلت دور ايه؟ دور الثمانيه بس خلاص. دور الثمانيه يعني ايه؟ يعني نوك اوت بالظبط يعني خروج المغلوب. يعني انا قاعد ومستمتع وتونس ونيجيريا ملعب بورسعيد كان على اخره تونس ونيجيريا. طيب مش تنزانيا بقى ما احنا بنتكلم مش ما احترنا ليهم. ايوه ومش هتغش الشعبيه والجماهيريه. انت بتتكلم تونس بطل افريقيا ونيجيريا بطل افريقيا وهم دول راس براس معاك على البطوله. فانت مستني مين جاي لك. فانت وانت بتتكلم في منتخبات انا كبدوس جاي احضر في الملعب بامان. لكن لما تقول لي مثلا ماتش في دول المجموعه الاولى او دول الاولاني مش هينفع. لكن تونس ونيجيريا لا حاجه جامده يعني بتتكلم السنغال مثلا كوت ديفوار مين ما يتفرجش على ده. في المحافظات بيحضر اكتر من القاهره؟ لان هناك محبين جدا جدا حاجه خصوصا الاسماعيليه وبورسعيد يعني كره القدم عندهم دي. السويس ده بكره ماتش السويس عشق عندهم غير عادي يعني 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 في السويس من حظ منتخب تونس بيلعب هناك وحسب معلوماتي ان السويس معظمهم زملكاويه فعندهم اثنين من تونس من الزمالك حمدي النقاز واسمه ايه الثاني هو فرجاني لان حمدي مش فرجاني حمدي مش بتاعي حمدي مش بتاعي فمن حظهم هيبقى في سبورت اليوم عالي جدا. انا امبارح كنت بتفرج على القناه التونسيه الاولى هو هناك بيسموها التلفزه التونسيه تمام. فلقيتهم نازلين في عند كورنيش السويس اللي هو بالقرب من ما بين استاد الجيش في السويس واستاد المحافظه نفسه في السويس. فعند الكورنيش بيعملوا لقاءات مع الجمهور المصري هناك الجمهور السويس الجمال. بيقول لهم هتحضروا الماتش هتشجعوا تونس ولا هتعملوا ايه؟ قالوا احنا منقسمين يعني كنا عايزين نحضر احنا كاهلاويه عشان يشجع علي معلول بس للاسف مش موجود مع منتخب تونس. فرد عليه واحد تاني قال له انا زملكاوي موجود عشان اشجع فرجاني ساسي. مش عايز اقول لك سعاده الناس في الاستوديو هناك في تونس طبعا. برد فعل الجمهور المصري على الموضوع ده وقال لك ان الكراسي كلها تتحجز من اجل خاطر الجمهور التونسي. انت عارف انا زعلت قوي ان علي معلول ما اتاخدش منتخب تونس. زعلت قوي جدا. علي معلول ده لعيب بالبلدي كده بالكره بيكيفني لعيب حته لعيب وانت ده كان هيبقى حاله للمنتخب تتفرج عليه فرجاني ساسي تستمتع علي معلول. يعني انا قلت لهم لو ينفع يدهولنا بس في البطوله يعني اعاره بس اعاره بس لغايه الشهر بتاع البطوله لانه حته باك ليفت ملوش حل. ده حقيقي وعنده حلول ما شاء الله ملوش. انا وهو بيلعب مع الاهلي ده يعني كام ده ببقى عارف ان الاهلي هيكسب. احساس قوي عندي انه بيعمل مجهود غير عادي. ده رقم واحد. وهو تالنت موهوب يعني عنده مهاره يعني كورته حلوه طبعا. بيعرف يخلص بيعرف الباص بتاعه او الكره العرضيه بتاعته ما شاء الله مسطره تقيس عليها يعني كده مسطره تقيس عليها. لا علي لا
انا مندهش من الان جريس. يعني الان جريس انت معاك اتنين لعيبه بيلعبوا في الدوري المصري. الصحافه والاعلام التونسي حس بقيمه ده لما جه السويس، قال لك شوف الجمهور الزملكاوي اللي في السويس واقف في ضهرين ليه عشان فرجاني ساسي، ما بالك بقى لو علي معلول كمان. يعني باك ليفت علي انا اسيبه؟ ده احنا في مصر عاملين دوري يهودي الحلال دول باك ليفت. مع احترامنا لكل الموجودين، مش تقطيع في حد، بس احنا في مصر بندور على الباك ليفت. هي البطوله دي في ازمه في الباك ليفت عامه، انا بقول لحضرتك سواء في مصر او حتى المنتخبات الثانيه. انا بتكلم اللي يخصنا احنا. انا كمصر بدور على الباك ليفت، محترم شديد جدا لكل اللي بيلعب باك ليفت، لانه مفيش حد فيهم بامانه مستوى علي معلول. وانت خدت بالك انت لو احنا قابلنا فريق قوي هيتعبنا في الطرفين، هيتعبنا قوي في الطرفين، خصوصا في الطرف الشمال هيتعبنا قوي. افتكر كام البطوله فنيا تعليق على ايه لغايه دلوقتي؟ طبعا في حاجه غريبه جدا يا استاذ محمد، الوجوه الجديده عامله فوران، عامله ثوره. يعني بروندي يعني طلعت عين نيجيريا بالظبط، عامل هدف بشق الانفس. دي بروندي، قال لك دي بروندي، الراجل دي بروندي، انا جاي متاخر، قال لك دي بروندي، عامل ماتش هايل. مدغشقر مع غينيا، ايه ده؟ غينيا بتتعادل بضربه جزاء، مش ممكن. مدغشقر انا شفت الناس بتلعب كوره بس انا حسيت ان المدير الفني بتاع غينيا استسهل المباراه. ما بداش نابي كيتا. برافو على حياتك. النهارده برضه نفس الحكايه، ناميبيا مع المغرب. يا خرابي، ان دي ناميبيا يا جماعه اللي احنا خدناها 7-1 من كذا سنه، قال لك دي ناميبيا. ناميبيا شوف التطور. لا لا لا، انت بتتكلم كره افريقيه جامده قوي. 8 8-1 او 8-2 صح؟ 8-2. فانت لا، الوجوه الجديده مكشعنا بقى. زيمبابوي تعبتنا، وبعدين زيمبابوي تعبتنا باخطائنا، تغييرات خطا، تشكيل مش موفق، كان في اخطاء بامانه. اوغندا بتكسب الكونغو، اوغندا بتكسب الكونغو، الكونغو اللي جايه مفترض ان قال لك مازيمبي والغربان والمش عارف والطيور وحاجات زي كده هياكلوا كل الناس، ما حصلش. لقيت اوغندا بس هو معاهم مدير فني ديسابري، ده حاجه عنده خبره في الكره الافريقيه، اشتغل في الكاميرون واشتغل مع الاسماعيلي. محمد بيلعبوا كوره سهله، العيال عندها صحه ولمسه. لا وفي نقطه، معظم لاعبي منتخب اوغندا محترفين في سيمبا التنزاني. برافو عليك، فعندهم الخبره بره، خبره المباريات الافريقيه، وهم ما شاء الله لياقتهم حلوه، وهيبقى من اصعب المباريات على منتخب مصر. هيتعبك، هيتعبك جامد. الحارس، حارس اوغندا هو حارس نادي سان داونز، وحاجه حد جامد يعني. حارس اوغندا حارس نادي سان داونز. انت مشكلتك في، عارف، منتخب مصر خط الوسط عندك مغيب، اسف يعني، عندك مع اسف ال 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 يعني باك ليفت عندك في مشكله، مفيش عندك صانع العاب. محمد صلاح لسه ما وصلش اللياقه البدنيه المتوقعه بتاعته، عندكش راس حربه تقف عليه. يعني مروان محسن ما كانش موفق الماتش الاخراني خالص، عبد الله السعيد كان خارج الخدمه. طب ما نقدر نقول دي حمى البدايات يا استاذ ممدوح، يعني أنا حمى البدايات ما تبقاش المستوى الفني فيها عالي. متفق مع سيادتك عشان ما نظلمهمش برضه في البدايه. لا متفق مع سيادتك، واحضرني افتتاح كاس العالم 90 الكاميرون والارجنتين، الكاميرون كسب الارجنتين بالظبط، الارجنتين حمد رقم صح ولا غلط؟ بالظبط. بس اديني شكل، انا ما عنديش نتيجه، يعني اديني احساس ان انت بتعرف تدير. يعني انا ما ينفعش انزل دونجا وغبال سيادتك وايد سليمان ومش عارف ونزل تجاري تالت مين ومبقاش عندي راس حربه، يمعنى يعني انت بتخاف وانت راجل بتنافس على بطوله، طب بتنافس على بطوله المفروض انا بضغط اوصل للجون. السنغال النهارده مسيرتك انا اخش على الهوا شوف عامله ايه في الماتش بتاع تنزانيا، مفيش رحمه، لان شعرهم اللي يخاف ما يجيش، اللي يخاف ما يجيش. الولد ساديو ماني عامل حوار تحفه في الاونز، واخد هو احسن لعيب السنه دي في استاد الاونز على ميسي وعلى بتاع فرنسا مبابي. كيليان مبابي. كيليان، فبيسالوه انا عملته الاهرام، ايه معنى اقصد الترانجا؟ الاسم الاشهر للسنغال. انا كل ما اكتب في الاهرام اقول اقصد الترانجا، فقال لهم ما حدش يقول لنا اقصد الترانجا. فراجل صحفي شاطر قوي فرنساوي يعني، بيقول له ليه؟ قال له اقصد الترانجا دي عندنا اقصد الاليفه، واحنا مش اقصد اليفه، احنا اقصد بس. اقصد بس. انا مرة اعرف بامانه، ولا مش قالك مش عارف كلمه متداوله بس معناها انا عامل اصول الترنج وعمال افتي وعدت وبتاع. فلقيت الراجل عامل حوار طبعا 4 صفحات في مجال حاجه تحفه، فقال لي احنا اصول الترنج، ما حدش يقول اصول الترنج. ليه يا عم؟ قال لك اصول الترنج دي اصول، عندنا احنا اصول اليف، واحنا اصول الترنج خارج الملعب، جوه الملعب احنا اصول بس. فقالوا له انت اصول بس، شوف الكلام توقعاتك ايه؟ قال له احنا هنعمل ونحاول نفرح جمهورنا والى اخره. فبيقول له طب الناس ازاي توقف اسلوب لعبك؟ يعني ازاي تواجهك؟ قال له انا عاوز اقول لك عشان منتخب الجزائر ما يجي لعبنا يا وقفني. شوف ده ساديو ماني. فانت بتتكلم ما كانش بيلعب النهارده، كانش بيلعب ولعب مباراه كبيره. عامل انت اتفرجت شفت عاملين ازاي؟ فالسنغال لا، السنغال تخوفك، وحتى هم عاملين حياتك استطلاع راي لما يجوا من بلدهم، فقال لك 28% السنغال بطوله، 21% مصر، حاطين نفسهم الاول. فدي ثقه.
فانت لازم ده في استطلاع المنتخبات المرشحه للفوز بالبطوله فبالترتيب كده اه رقم واحد وانت رقم اثنين، فلازم تعيد حساباتك هجوميا رقم واحد ودفاعيا. زيمبابوي بص كم مره محمد لمرماك كتير عملت هالاند كمان كتير صح. وزيمبابوي ما قلناش انها تونس ولا نيجيريا ولا السنغال في التصنيف الثالث صح ولا غلط بالظبط. هتلعب انت ازاي؟ دي رقم واحد. وصلت انت كم مره فعال على مرمى زيمبابوي؟ كم مره هو محمد صلاح كرة توصل له تحس ان في خطوره لمصر، الصوره ما توصلوش تحس ان كل لعيبه هو او تريزيجيه عشان ما نظلمش تريزيجيه دي بامانه صح. في حد تاني؟ لا عبد الله السعيد عمل حاجه ولا مرمى صلاح عمل حاجه ولا النني عمل حاجه مظبوطه مش مظبوط. حتى التغييرات لما نزلت ما حدش عمل حاجه. في فكر مدرب؟ انا ما شفتش فكر مدرب، انا شخصيا ما شفتش، انا شخصيا ما شفتش فكر مدرب في الملعب. طيب التقييم يبدا من دور ال 16 ولا بعد مباريات الدور المجموعات؟ لا انت دلوقتي الافتتاح خلص خلص بقى، لا خلاص كده الفضل اديني شكلها في ماتش الكوره. لا اديني بقى اديني اسلوب لعب اتفرج عليه. يعني السنغال في ماتش يفتح اهو النهارده عامله شغل كويس. المغرب كسبت بالعافيه بس راحت وتحس كده المغرب قبل الهدف عامله 35 فرصه. شفت حاجه قلت ايه؟ 35 فرصه على المرمى يعني مش غلطانين رايح يعني رايحه وبتاع في خطوره. سواء المشكله ان رينارد لما بدا المباراه عمل كثافه في نص الملعب وكان عليك. عنده غيابات مؤثره برافو يعني ايه قدر يغير الشكل في الشوط الثاني بالظبط. هو مدرب عبقري. لا هو هيرفي رونار مدرب عبقري يعني. وفي مدرب في التاريخ خد البطوله مرتين مع دولتين مختلفين غير هو؟ كابتن حسن حتى خدها ثلاث مرات. لا قصدك مع منتخبين مختلفين مع دولتين مختلفين مش حد غيره. هذا مع زامبيا ومع كوت ديفوار. كوت ديفوار بالظبط وبشكل حلو. انت بتتكلم في مدرب وعمل شكل الكره المغربيه في اخر بطوله اخر بطوله بدليل جابونه في كاس العالم. خلي بالك حصل مفاوضات بيننا وبينه والكلام كان واصل لمرحله متقدمه المغرب رفضت تسيبه بعد كاس العالم مش عارف حضرتك بالظبط. فاللي يعني ده مدرب بامانه ربنا يعني حاجه جامده حاجه محترم فكره باين في الملعب ولعيبته بتحترمه. وانت نظرك كمدير فني ما كانش ليك فكر لعيبك مش هيحترمك. انت فكرك ايه في الملعب؟ انت قلت تعمله تدي الكره لاحمد المحمدي يرفعها بالعرض تتقطع ترجع تاني. الحاجه الوحيده تحس بيها خطوره زي ما انت قلت محمد صلاح وتريزيجيه توصل الكره مهاريا هم بيخلصوا لكن ما فيش شكل في الملعب. بالعكس انت بتضرب نص الملعب بتيجي عليك هجمه مرتده تقعد تعمل كده. طب هل الضغط الجمهور في مباراه افتتاح ومباراه كبيره زي دي وعايز اقول لك معظم اللعيبه ما حضرتش الضغوط الجماهيريه بالشكل ده كتير. لا ليه؟ ما لعبتش قدام جمهور بالشكل ده. لا 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 اديه للمنتخب يا اسمعان. يعني محمد شناوي ما لعبش قدام جمهور؟ يعني احنا بنتكلم في اخر ثلاث سنين في الكره المصريه او اخر اربع سنين حضور الجمهور فيه استثناءات كتيره. رائع. محمد صلاح، محمد النني. بخلاف محمد صلاح. لا انا محمد النني، تريزيجيه، عبد الله يعني من تاني. لا لا ده في مجموعه كبيره في الملعب كان لا احمد محمدي بيلعب في استون فيلا كل دول ما حضروش جماهير؟ لا لا يعني ده انا مش عاوز اخد عذر ليه؟ انت لا انا ممكن اقول لك دي اسباب يعني. لا انا يعني اديني شكل عايز اقول لك الاسباب كل ده انا متفق معاك تقولها تاكد عليها او تقول لا اديني في الملعب شكل انا مش عايز منك حاجه آه. اديني في الملعب تقول لي في عندي واحد في نقله كده نقله كده لكن انت بتحضر ورا ببطء جدا بتجيب الكره لقدام ببطء جدا بتعمل حتى الكرات العرضيه سواء من ايمن اشرف او من احمد عمدي مش مظبوطه كل كره ثابته. انت جالك كام ضربه ركنيه؟ ده كان عدد مش كبير. استفدت بيها؟ لا لا لا. طيب هم جالهم كام ضربه ركنيه؟ كان في استفاده وفي ملامح خطوره والكرات الثابته دي انا عاني منها في ماتش اوغندا. برافو عليك. ده انا بتكلم فيه بيقول لك انت بتتكلم في خط دفاع محتاج اعاده ترتيب ورق محتاج في خط وسط حد يبقى عنده في الملعب يمسك كرة يقف عليها. عندك المفروض يبقى عندك انت بتلعب قدام زيمبابوي باثنين هاف ديفندر النني وحاطر حام رغم كده كانت هجماتهم خطيره. انت بتعوز ايه تاني؟ انت بتتكلم في ايه؟ لما تقابل بقى فريق قوي هتعمل ايه؟ لا يعني اجري ده محتاج يعيد دماغه تاني. يعني انا حتى مع تحفظاتنا على اختياراته لا الملعب محتاج قرايه تاني. انا فوجئت امبارح حتى كان ده يعني هاني رمز امبارح بيعمل مداخله مع كابتن مدحت شلبي. طب يعني انا بسال سؤال كراجل مش شارع باشا في الوسط هل ده وقته ان اطلع اتكلم في الاعلام؟ انت قصدك الحديث بيكون بعد المباراه في المؤتمر الصحفي وبس. بس يا فندم انت في بطوله. انت في بطوله يا فندم. انت مش طالع بيكنيك ولا طالع نزهه. انت في بطوله. انت بطوله يعني انت سيادتك قافل عليك والشهر دوت شهر ما حدش يشوف فيه حد. انت دافع على نفسك صح. لكن اتصل بيك في التليفون عشان رايك انا بهزر. يعني الدنيا بتفك. وهو زعل مني الكابتن هاني لما كتبت مره ان الاختيارات بتتم عن طريق هو وفعلا معظم الاختيارات اللي بتتم اختيارات هو مع احترامي ليه. فاطلع انا في مع المداخله مع كابتن مدحت اتكلم فيها المنتخب انا بهزر. زي برضو ما تلاقي كده حد يبقى متكلم ويجيب لك مثلا مستر كوبر يحلل المنتخب. هو مستر كوبر كان مدرب ناجح؟
هي وجهات نظر اصل ممدوح كل واحد بيحاول يقضي دوره بيقضي شغله فوق دماغنا يا فندم. بس انا كاسمعك كمحمد سعيد مع حفظ الالقاب يبقى انت ليك اماره يبقى انت ليك اماره ان انت تطلع تتكلم انا اسمعك. لكن اجيب كوبر اللي حرق دمنا وجاب نص الشعب سكر وضغط وازمات قلبيه اقول له يطلع يتحل المنتخب مصر اللي كان نقعد نقول يا رب طيب. رب يا راجل. طب سؤال اخير اختم بيه الحوار الشيك مع حضرتك. ربنا يخليك يا رب. تونس من 92 لم تغيب عن كاس الامم الافريقيه مظبوط تمام لكن فازت بالبطوله مره واحده عام 2004. المغرب يمكن برضو عنده احصائيه غريبه بالنسبه للمغرب من 76 لغايه اللحظه دي ما تاهلتش للنهائي غير مره واحده صح كان عام 2004 وخسرت الفاينل لكن اخر 8 بطولات للمغرب لم تتاهل للدور الثاني الا مرتين صح. ليه بقى ده معنى ايه؟ ممكن الفرقتين دول السنه دي يكون لهم طبعا ليه بقى سيد البطوله كانت بتتعمل في شهر كام؟ يناير فبراير. فيري جود حلو تمام. المحترفين بتوعهم كانوا فين؟ في انديتهم وفي معظمها بيجيش. برافو عليك. لكن هم دلوقتي فاضيين. هم دلوقتي فاضيين لك فالبطوله بقت على المستوى الفني متاحه. الفول باور عندك بقى دلوقتي متاحه يعني ساعتها كل ما كان النادي الفلاني مش هوديه. عندي دوري انجليزي، عندي دوري بلجيكي، عندي دوري بنها، عندي اي دوري، بس المهم ان عندي دوري مش جاي. يعني خريطه الكره الافريقيه ممكن تتغير بتغيير مواعيد البطوله 100%. 100%. استاذ ممدوح فاهم انا بشكرك نورتني وشرفتني وبسعيد بهذا الحوار. وسامحني لو كنت قطلت عليك. لا خالص يا فندم نورتنا وشرفتنا. شكرا جزيلا لك. فقره كانت مهمه جدا اللي احنا بنتكلم عن دور الاعلام الرياضي في البطولات الكبيره اللي زي دي، ازاي بيرصد الامور الايجابيه والامور السلبيه، ولما بيرصد امر سلبي ازاي بيطرحه للنقاش للراي العام عشان المسؤولين يحلوه لتغاضيه خلال الفتره القادمه. بشكر ضيفي الكريم وبعد الفقره بالتاكيد معايا فقره فنيه اخرى مع احد نجوم النادي الاهلي وخط دفاع النادي الاهلي في فتره من الفترات كان فيها عدد من اللاعبين اللي ظهروا من قطاع الناشئين في النادي الاهلي كان لهم دور مع الفريق الاول في وجود مانويل جوزيه تحديدا في بدايه الالفيه الجديده عام 2001. بعد هذه الفقره الاخيره القادمه مع نجم من دفاع النادي الاهلي الكابتن محمد الزيات نجم النادي الاهلي الاسبق وللاعب كمان في صفوف نادي انبي.